تابعني الكرام، هاي القفص الابيض، هذا ماكس خليته بالقفص، وهاي ورده طلعته من القفص الخشب. وشوفوا ماكس سوى، هذا ماكس بالقفص الابيض راح اخليه وحده، لان اريد اسمع تغريده، صار له فتره ما مغرد، يعني من كان وحده يغرد قبل ما اخليه ويا ماكس ويا ورده. فماكس طور جالس وتغريده ما شاء الله، افضل واحد يغرد بيهم هذا بالقفص الابيض. شوفوه هذا ماكس، ان شاء الله راح اصوره من هو يغرد وحده. هذا ماكس، هاي وردة خارج القفص، شوفوا شلون وردة تجي على ماكس، شوفوا وردة تجي على ماكس. هذا اللي بصف ماكس سيزر، والمنانة كعبوت، شوفوا ماكس سوى خطية منه.